الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. أما بعد، فبالأمس أشرت إلى عدد من الفتاوى والقرارات التي اتخذت بشأن جائحة كورونا، ولعلي في هذا اليوم بإذن الله عز وجل أن أورد عددا من هذه الفتاوى والقرارات. فمن أول ذلك ما أصدرته هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من الفتوى التي أخرجتها في دورتها الاستثنائية 24 المنعقدة بمدينة الرياض في يوم الأربعاء في شهر رجب. قالت الهيئة فيما عرض على الهيئة بخصوص نظرة الهيئة في دورتها الاستثنائية 24 فيما عرض عليها بخصوص الرخصة في عدم شهود صلاة الجماعة والجمعة في حال انتشار الوباء أو الخوف من انتشاره، قالوا: وباستقراء نصوص الشريعة ومقاصدها وقواعدها وكلام أهل العلم في هذه المسألة، فإن هيئة كبار العلماء ترى ما يأتي. أولا، يحرم على المصاب شهود الجمعة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح، متفق عليه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، متفق عليه. ثانيا، من قررت عليه جهة الاختصاصات إجراءات العزل فإن الواجب عليه الالتزام بذلك وترك شهود صلاة الجماعة والجمعة، ويصلي الصلوات في بيته أو موطن عزله، لما رواه الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه أنه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أن قد بايعناك فارجع، أخرجه مسلم. ثالثا، من خشي أن يتضرر أو يضر غيره فيرخص له في عدم شهود الجمعة والجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه. وفي كل ما ذكر: إذا لم يشهد الإنسان صلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرا 4 ركعات. وطالبت هيئة كبار العلماء الجميع بالتقيد بالتعليمات والتوجيهات والتنظيمات التي تصدرها جهة الاختصاص. أما القرار الثاني الذي صدر من هيئة كبار العلماء، فصدر في يوم الثلاثاء 22 من شهر رجب برقم 247. قالت فيه الهيئة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد اطلعت هيئة كبار العلماء في دورتها الاستثنائية 25 المنعقدة بمدينة الرياض يوم الثلاثاء بتاريخ 22/7/1441 للهجرة على ما يتعلق بجائحة كورونا وسرعة انتشارها وكثرة الوفيات بها، واطلعت على التقارير الطبية الموثقة المتعلقة بهذه الجائحة المشمولة بإيضاح معالي وزير الصحة لدى حضوره في هذه الجلسة، التي أكدت على خطورة هذه الجائحة المتمثلة في سرعة انتقال عدواها بين الناس بما يهدد أرواحهم، وما بينه معالي من أنه ما لم تكن هناك تدابير احترازية شاملة دون استثناء فإن الخطورة ستكون متضاعفة، مبينا أن التجمعات تعتبر السبب الرئيس في انتقال العدوى. وقد استعرضت هيئة كبار العلماء النصوص الشرعية الدالة على وجوب حفظ النفس، ومن ذلك قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقول سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهاتان الآيتان تدلان على وجوب تجنب الأسباب المفضية إلى هلاك النفس، وقد دلت الأحاديث النبوية على وجوب الاحتراز في حال انتشار الوباء كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح، متفق عليه، وقول صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم كما تفر من الأسد، أخرجه البخاري.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، متفق عليه. وقد تقرر في قواعد الشريعة الغراء أنه لا ضرر ولا ضرار، ومن القواعد المتفرعة عنها أن الضرر يدفع قدر الإمكان. وبناء على ما تقدم، فإنه يسوغ شرعا إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان، وتكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتا، وعندئذ فإن شعيرة الأذان ترفع في المساجد ويقال في الأذان: صلوا في بيوتكم، لحديث ابن عباس أنه قال لمؤذنه ذلك ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وتصلى الجمعة ظهرا 4 ركعات في البيوت. ومن فضل الله تعالى أن من منعه العذر عن صلاة الجمعة والجماعة في المسجد فإن أجره تام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، أخرجه البخاري. هذا. وتوصي هيئة كبار العلماء الجميع بالتقيد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعاون معها في ذلك، امتثالا لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والتقيد بهذه الإجراءات من التعاون على البر والتقوى، كما أنه من الأخذ بالأسباب التي أمرنا الشرع الحنيف بامتثالها بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى. كما نوصي الجميع بتقوى الله عز وجل والإلحاح في الدعاء وكثرة الاستغفار. قال الله تعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. والقوة هنا تشمل سعة الرزق وبسط الأمن وشمول العافية. نسأل الله تعالى أن يرفع هذا الوباء عن عباده، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وحكومتنا الرشيدة خيرا لما يبذلونه من جهود مشكورة وتدابير واقية وإجراءات ساهمت بفضل الله عز وجل في الحد من تأثير هذا الوباء المنتشر عبر العالم. كما نسأله سبحانه أن يحفظ الجميع بحفظه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما أن الهيئة أصدرت بيانا في تأييد قرار الحكومة السعودية فيما يتعلق بقصر حج هذا العام على أعداد محدودة جدا للمقيمين بالداخل فقط، وقالت الهيئة في بيان أصدرته في ذلك أن هيئة كبار العلماء نظرت في قوله سبحانه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأوضحت الهيئة أن من جملة ما ترشد إليه الآية الكريمة في أمن البيت الحرام وتطهيره اتخاذ الأسباب لمنع انتشار الأمراض والأسقام كالعدوى التي تفتك بالأرواح في زمن الأوبئة. وأوضحت أن الهيئة نظرت في الأحاديث الصحيحة التي تدل على وجوب الاحتراز من الأوبئة وأن تبذل كل الأسباب التي تؤدي إلى التقليل من تفشيها، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يردن ممرض على مصح، متفق عليه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم كما تفر من الأسد، أخرجه البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وذكرت أن الشريعة الإسلامية ركزت على بذل الأسباب التي تؤدي إلى عدم انتقال الأوبئة والأمراض من بلد إلى آخر والسعي في التقليل من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، متفق عليه، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ونظرت الهيئة في النصوص الكريمة الدالة على وجوب المحافظة على النفس البشرية، وقررت أن ذلك من مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، كقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كما اطلعت على قواعد الشريعة التي تدل على دفع الضرر قبل وقوعه ورفعه بعد وقوعه،
أو التخفيف منه، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، أخرجه ابن ماجة. ومن القواعد المتفرعة عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار أن الضرر يدفع قدر الإمكان، واطلعت على ما قرره أهل الاختصاص من أن التجمعات تعتبر السبب الرئيس في انتقال العدوى في ظل ما يشهده العالم من جائحة كورونا، وأن منعها أو التقليل منها هو الحل الأمثل حتى يأذن الله تعالى بارتفاع هذا الوباء. ولأهمية إقامة شعيرة الحج دون أن يلحق ضرر بأرواح الحجاج، ودون أن تكون هذه الشعيرة العظيمة سببا في زيادة انتشاره، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. لذلك كله من النصوص الشرعية والمقاصد والقواعد الكلية، فإن هيئة كبار العلماء تؤيد ما قررته حكومة المملكة العربية السعودية بأن يكون الحج لهذا العام 1441 بعدد محدود جدا من داخل المملكة العربية السعودية، وحفاظا على صحة الحجاج وسلامتهم. واختتمت الهيئة بيانها بقولها: نسأل الله تعالى أن يمن عاجلا غير آجل برفع هذا الوباء، وأن يجعله رحمة على عباده، كما نسأله سبحانه أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وحكومتهم الرشيدة خيرا لما يبذلونه من جهود عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. وصلى الله على نبينا محمد. وأنتم تعلمون أن هيئة كبار العلماء تضم رئيسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ والأعضاء، وهم معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، ومعالي الشيخ صالح بن محمد الحيدان، ومعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدكتور، ومعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، ومعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، ومعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، ومعالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، ومعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، ومحدثكم سعد الشثري، ومعالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، ومعالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، ومعالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، ومعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، ومعالي الشيخ الدكتور عبد الوهاب بن إبراهيم بن أبو سليمان، ومعالي أو فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار بن مزيد، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الكلية، وفضيلة الشيخ الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، وفضيلة الدكتور جبريل بن محمد البصيلي، وفضيلة الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، وفضيلة الدكتور صالح بن عبد الله العصيمي، فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله العصيمي. وأيضا من الأمور التي أشرت إليها بالأمس ما يتعلق بأداء صلاة الجنازة في المنازل، لكون المساجد قد أغلقت، وبالتالي قرابة الميت قد يصعب عليهم أداء الصلوات في المقابر. ومن ثم أصدرت بيانا هذا نصه: الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبيه الأمين، وبعد، سلمك الله. سألتني عن الصلاة على الميت في هذه الأوقات مع وجود جائحة كورونا ومع وجود إجراءات العزل وحظر التجول، وتسأل عن ما ينبغي أن يفعل في ذلك. فالجواب بأن من مات أسأل الله لهم المغفرة والرحمة، وبأنه يصلى عليه في المقبرة أو قريبا منها، يصلي عليه ذووه الأقربون فقط، ويجوز لبقية
الآخرين أن يصلوا عليه صلاة الغائب في بيوتهم، سواء كانوا في المدينة التي وجد فيها ذلك المتوفى أو كانوا في مدينة أخرى. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب، كما ورد أنه صلى على آخرين صلاة الغائب، وهذا هو مذهب الأئمة الشافعي وأحمد، وهو الذي دل عليه الحديث السابق، ولم يفرق فيه بين أشخاص وآخرين وبين من صلي عليهم ومن لم يصلى عليهم. فدل هذا على أنه لا بأس أن يصلى على الميت صلاة الغائب إذا كان الإنسان يعجز عن الصلاة على الميت، خصوصا فيما يتعلق بقرابته من النساء اللاتي لا يتمكن من الذهاب إلى المقابر. فالمقصود أنه لا حرج عليكم في صلاتكم على الميت غفر الله له صلاة الجنازة بالنية صلاة الغائب، وإن شاء الله أنها مقبولة، وأنه يصل دعاؤكم ورجاؤكم لله جل وعلا بالمغفرة للميت، كما أنه يثبت لكم الأجر بإذن الله عز وجل. غفر الله لأموات الجميع، أسكنهم الله فسيح جناته. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قاله سعد بن ناصر الشثري. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه الأمين. وبعد، فسلمك الله، سألتني عن الصلاة على الميت في هذه الأيام مع وجود هذه الجائحة، جائحة كورونا، ومع وجود حظر التجول، ومع ما اتخذ من إجراءات حول تعليق صلاة الجماعة والجمعة في المساجد. فالذي أقوله في مثل ذلك أن قرابة الميت الأقربين يصلون عليه في المقبرة أو قريبا منها، ومن عداهم فإنهم يصلون عليه صلاة الغائب بالنية، وإن شاء الله يرجى أن يصل ثواب صلواتهم ودعواتهم للميت، كما أرجو من الله عز وجل أن يتقبل منهم هذه الصلاة، صلاة الجنازة، ولا حرج عليهم في مثل ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لأمواتكم جميعا. وما المسألة الأخرى المتعلقة بإقامة صلاة التراويح خلف أجهزة الإعلام والاتصال بعد أن أغلقت كثير من الصلوات، وجاءت التوصية بأداء صلاة التراويح في المساجد؟ هناك من أفتى بأنه يصلى مع الإمام مع ابتعاد مواطن الصلاة والمساجد وبوسائل الإعلام، فأصدرت بيانا في هذا الأمر، إليكم نصه. رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فحيث سألتني وفقك الله عن حكم الاقتداء بالإمام في صلاة التراويح من خلال أجهزة المذياع أو التلفزيون، حيث تنقل صلاة التراويح مباشرة على الهواء، وما عرضت علي من فتوى بعضهم بصحة الاقتداء حينئذ، فأقول وبالله التوفيق أن الأصل في الصلاة الاتباع والاقتداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا يصح أداء الصلوات على هيئة مخالفة للهيئة التي تؤدى بها الصلوات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان داخلا فيما أجازته النصوص أو فيما معناه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يجتمعون للصلاة، صلاة الجماعة، في مكان واحد وزمان واحد، فهذه هي الهيئة الشرعية الواردة في صلاة الجماعة. ومن المعلوم أن صلاة الجماعة والجمعة إنما سميت بذلك لاجتماع المصلين فيها، وعند أدائها بواسطة الاقتداء بالمنقول في وسائل الإعلام أو الاتصال لا
لا يكون هناك اجتماع لعدم اتصال المصلين ببعضهم. ويدل على هذا المعنى قوله سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية. وفي تجويز الاقتداء بواسطة هذه الوسائل ترك لمقصود الشارع الذي جاء بعمارة المساجد، ولو أجيزت الصلاة هكذا لم يكن هناك معنى لبناء المساجد. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، الآية. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. وليست المسألة من مواطن الضرورات، إذ لا يلحق المكلفين ضرر عند أدائهم لصلاة التراويح في بيوتهم منفردين أو مجتمعين بدون اقتداء بهذه الوسائل. والغالب في صلاة الليل ليل رمضان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤديها في بيته، ومن ثم لم يكن أمر الجهات المختصة بلزوم البيوت احترازا من انتشار الوباء من أسباب إجازة الاقتداء بالإمام بواسطة المذياع ونحوه، لعدم وجود الضرر في أداء هذه الصلوات بدون ذلك الاقتداء. فيصلي كل إنسان على حسب حاله، وعلى القول بمنع الاقتداء بالإمام بهذه الوسائل والآلات جاءت فتاوى علماء العصر رحمهم الله، رحم الله ميتهم ووفق الله حيهم. وممن أفتى بذلك سماحة الإمام الشيخ ابن باز رحمه الله، كما في فتاوى نور على الدرب الجزء السابع الصفحة العاشرة، والشيخ ابن عثيمين كما في الشرح الممتع الجزء الرابع صفحة 299، وفي فتاوى الجزء 15 صفحة 213، والشيخ بكر أبو زيد كما في فقه النوازل الجزء الأول صفحة 50. وبذلك صدرت فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء كما في الجزء الثامن صفحة 30 وصفحة 214 من المجموعة الأولى، توقيع الشيخ ابن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ ابن غديان والشيخ ابن قعود رحمهم الله. كذلك في المجموعة الثانية الجزء السادس صفحة 343 بتوقيع الشيخ ابن باز والشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ بكر أبو زيد والشيخ صالح الفوزان. وبهذه الفتوى أفتى عدد من علماء العصر في عدد من البلدان، مثلا من علماء مصر الشيخ حسنين مخلوف كما في فتاوى دار الإفتاء المصرية الجزء الأول صفحة 25، والشيخ محمد خاطر كما في تلك الفتاوى الجزء الأول صفحة 68، وكذلك سيد سابق في فقه السنة الجزء الأول صفحة 241، وجماعات من علماء العصر. أما من نقل في الفتوى عن المدونة فهذا الإيراد الذي ذكر في المدونة يراد به مسألة تقدم المأموم على الإمام مع اتصال الصفوف. والمنقول عن الإمام مالك أنه يجيز أن يتقدم المأموم على الإمام، وبعضهم قيد ذلك بأحوال الضرورة، وقد اختاره طائفة من العلماء منهم المجد بن تيمية ومنهم أيضا بعض علماء الشافعية. ولذلك يرى الجمهور ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية أن من شرط الاقتداء بالإمام أن يكون هناك اتصال بين الإمام والصفوف التي يصلون معه، فلا يصح أن يقتدي أحد بالإمام مع عدم اتصاله بالصفوف. والحنابلة لا يشترطون الاتصال، لكنهم يشترطون إمكان الرؤية بالعين على الحقيقة. وبالتالي فعلى جميع المذاهب تصح الصلاة، فعلى جميع المذاهب لا تصح الصلاة عند الاقتداء بإمام يبعد المسافات البعيدة بواسطة المذياع ونحوه. ويدل على ذلك أنه في المدونة
سئل الإمام مالك عن القوم يكونون في السفن يصلي بعضهم بصلاة بعض وإمامهم في إحدى السفائن وهم يصلون بصلاته وهم في غير سفينته، قال الإمام: إن كانت السفن بعضها قريبة من بعض فلا بأس بذلك، فيفهم منه أنه عند بعد السفن لا يصح أن يكون هناك اقتداء بصلاة الإمام. وهكذا أيضا ما ذكر في الفتوى من أن الإمام مالكا سئل عن النهر الصغير يكون بين الإمام وبين قومهم يصلون بصلاة الإمام، فقال: لا بأس بذلك إذا كان النهر صغيرا، فيفهم من عدم صحة الاقتداء عند كون النهر كبيرا. ودعوى أن سبب ذلك هو صوت الخرير، هذا دعوى لم تذكر في الفتوى، وهذا تقول على الإمام رحمه الله، بل هذا عكس للحال، فإن النهر الكبير لا يكون فيه خرير. وأما النقولات التي نقلت عن الشافعية كالماوردي فبأنه لا يشترط الاتصال، فتلك النقولات إنما يراد بها إذا كان المأموم داخل المسجد، وأما إذا كان المأموم خارج المسجد فإنهم ينصون على أنه لا بد من الاتصال في الصفوف. بل إن علماء الشافعية يشترطون ألا يكون المأموم بعيدا بثلاثمائة ذراع. ولذا قال الماوردي رحمه الله، قال الشافعي: فإذا جاوز ثلاثمائة ذراع لم يجزه. قال الماوردي: فالاعتبار في صحة صلاته، يعني مقتديا بالإمام، بثلاثة شرائط: أحدها العلم بصلاته، والثاني القرب، وأبعده على وجه التقريب 300 ذراع أو نحوها، وذلك أبعد رمية سهم، والثالث ألا يكون بينهما حائل، فإن حال بينهما غير سور المسجد من جدار أو غيره بطلت صلاته. ثم ذكر الاختلاف بين أصحابه من الشافعية في صحة الصلاة لو كان الحائل هو سور المسجد، ثم قال: فإذا كملت هذه الشرائط الثلاثة صحت صلاة من كان خارج المسجد على ما بينته، وإن عدم شرط منها بطلت صلاتهم. ولا يصح أن يستدل أحد بوجود ترخيص في صلاة النافلة دون الفريضة على أن كل الأفعال جائزة في صلوات النوافل، وإلا لقال مستدل بجواز أن تصلى النافلة بغير وضوء أو لغير القبلة أو بدون سجود أو نحو ذلك. ولذا فمن فضل الله عز وجل علينا أن مكننا من أن نصلي صلاة التراويح في بيوتنا، ولا يشترط ذلك الترتيب والتعقيد الذي قد يجعل بعض الناس لا يؤدي هذه الصلاة، إما لفوات وقتها أو للاختلاف بين الأوقات في صلاة التراويح بين المناطق والمدن، أو لكون صلاة التراويح المنقولة قد ينقطع البث معها، وبالتالي يؤدي ذلك إلى شيء من الخطأ والمخالفة لحال الإمام. بارك الله فيكم ووفقك الله لكل خير، وجعلك الله من الموفقين في كل أمورك. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وكان أيضا من المسائل التي جرت فيها الفتوى في هذه الأيام مسألة التباعد بين المصلين خوفا من انتقال المرض، فإما أن يقال بإيقاف الجموع والجماعة، وإما أن يقال بتباعدهم. ولذلك أفتيت في هذا الباب بهذه الفتوى التي نشرت في أكثر. ينضم إلينا عبر الهاتف فضيلة الشيخ سعد الشتري، عضو هيئة كبار العلماء. بداية نرحب بك شيخ سعد، وكما سمعنا وإياك والسادة المشاهدين، التباعد بين المصلين في الحرم المكي جاء الآن تطبيقا للإجراءات الاحترازية، كيف تنظرون لهذا الإجراء من الناحية الشرعية؟
أحييكم وأحيي المشاهدين الكرام وأهنئهم بدخول الشهر المبارك، أسأل الله جل وعلا أن يعين الجميع على طاعته. وبعد، لا شك أن اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تحمى بها النفوس ويوقف بها انتشار المرض من القربات التي يتقرب بها لله عز وجل، ولئن كان التراص بين الصفوف مشروعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تراصوا وسدوا الخلل ولا تتركوا فروجات للشيطان، إلا أن هذه الأوامر ليست للوجوب وإنما هي للاستحباب عند جماهير أهل العلم، ولذلك لا يرون أنها مؤثرة على صحة الصلاة، خصوصا إذا كان هناك عذر يستدعي هذا التباعد. وقد استدل جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن هذا ليس من الواجبات، بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن إقامة الصف بأنها من تمام الصلاة، قالوا هذا يدل على أن هذه الإجراءات مستحبة لأنه لم يذكر أنها من أركان الصلاة ولا واجباتها، إذ تمام الشيء أمر زائد على حقيقته التي لا يتحقق بها. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن إقامة الصف من حسن الصلاة يدل على أن إقامة الصفوف سنة وليست واجب، لأنها لو كانت فرضا لم يجعله من حسن الصلاة، لأن حسن الشيء زيادة على تمامه وذلك زيادة على الوجوب. ولهذا لما قيل لأنس ما أنكرت؟ قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة، فدل هذا على أن التراص ليس من الواجبات وليس تركه مما يؤثر على صحة الصلاة، كما هو مذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف وهو قول الأئمة الأربعة، وإنما قال بوجوبه ابن حزم الظاهري وقد خالفه علماء الشريعة. ولذا فإن هذا الإجراء بوضع التباعد لا يؤثر على صحة صلاة المصلين. أيضا من المسائل التي جرى البحث فيها مسألة صلاة العيد في البيوت إذا لم يتمكن الإنسان من أداء صلاة العيد في المصلى. هذه فتوى الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فما سألت عنه أخي العزيز من عدم تمكن الناس من أداء صلاة العيد في هذا العام بسبب هذه الجائحة والمرض الذي يسرع انتشاره والذي يخشى من انتقال العدوى به بسرعة عند اجتماعهم لصلوات العيد، مما جعل الفقهاء يصدرون الفتاوى بإيقاف صلاة الجمعة والجماعة وإيقاف صلاة العيد بسبب ذلك، وتسأل هل يصلونها في البيوت أو ماذا يفعل وماذا يفعلون؟ وأقول في هذه المسألة أن جماهير أهل العلم يرون أن من لم يصلي صلاة العيد في المسجد مع الجماعة فإنه يصليها في البيت، سواء صلاها وحده أو صلاها جماعة. يستدلون على ذلك ببعض الاستدلالات، والقول بأنها تصلى كذلك هو قول الأئمة مالك والشافعي والإمام أحمد رحمة الله على الجميع. جاء في المدونة عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال في من فاتته صلاة العيدين مع الإمام، قال إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي، قال ورأيته يستحب أن يصلي، قال وإن صلى فليصلي مثل صلاة الإمام ويكبر مثل تكبيره في الأولى والآخرة. وهكذا سئل الإمام أحمد من فاته العيد كم يصلي، قال إن صلى ركعتين أرجو أن يجزئه. وقال الإمام الشافعي في صلاة العيد تصلى في البادية التي لا جمعة فيها، وتصليها المرأة في بيتها والمسافر،
قال ابن المنذر: هذا آخر قوليه. قال الإمام الشافعي في كتاب الأم: ومن صلاها صلاها، ومن صلاها صلاها كما صلى الإمام بتكبيره وعدده. قال الشافعي: وسواء في ذلك الرجال والنساء. ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام ووجد الإمام يخطب جلس، فإذا فرغ الإمام صلى صلاة العيد في مكانه أو في بيته أو في طريقه كما يصليها الإمام بكمال التكبير والقراءة. وإن ترك صلاة العيدين من فاتته أو تركها من لا تجب عليه الجمعة كرهت ذلك له. قال: ولا قضاء عليه. وقال الإمام الشافعي: ولا بأس إن صلى قوم مسافرون صلاة عيد أو كسوف أو في القرية التي لا جمعة فيها. وكلام أهل العلم على ذلك، وقد خالفهم في ذلك الإمام أبو حنيفة، والحنفية يرون أنه لا يشرع صلاة العيد إلا مع الإمام في الجماعة، ولا يرون أنها تصلى بعد ذلك. واستدل الجمهور بأدلة، منها أولا الأدلة الدالة على مشروعية صلاة العيد، قالوا هي عامة وليس فيها اشتراط أن تكون صلاة العيد بالجماعة. وقد قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقالوا بأن النصوص التي وردت في مشروعية صلاة العيد عامة تشمل الحالين. واستدلوا ثانيا بأن النصوص التي جاءت بمشروعية صلاة العيد جاءت بأدائها في هذا الوقت، ومن ثم لم يشترط لها ما يتعلق بتلك الشروط. واستدلوا عليه ثالثا بآثار وردت عن عدد من الصحابة كابن مسعود وأنس رضوان الله عليهم، وورد ذلك عن جماعة من التابعين، وقالوا بأن هذه الآثار التي وردت في أداء صلاة العيد للمنفرد إذا فاتته اشتهرت وانتشرت في تلك الأزمنة، ولم يوجد مخالف يرى خلاف هذا القول. ولا يشترط في الإجماع السكوتي أن يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة الواردة في مشروعية الصلاة، وأنها تشمل الجميع. وبالتالي فهذه الصلاة التي تصلى من قبل الأشخاص في بيوتهم، خصوصا في هذا الوقت عند عدم القدرة على أداء صلاة العيد في المصليات، تعتبر أداء ولا تعتبر قضاء، لأن الأداء هو ما فعل من العبادات في وقته، ولا زال الوقت وقت صلاة العيد. وأما قول بعضهم بأن صلاة العيد من فروض الكفايات وأنها واجبة على عموم الناس وتسقط عن أهل البلد بهذا العارض، فنقول صلاة ما كان من الصلوات فرض كفاية، فإنه إذا أديت من قبل مجموعة لا يسقط عن الباقي مشروعية أدائها. ولذلك مثلا في صلاة الجنازة، صلاة الجنازة فرض كفاية، ومع ذلك لو صلى عليها جماعة يتأدى بهم فرض الكفاية، ثم جاء آخرون يريدون أن يصلوا عليها سواء كانوا أفرادا أو جماعة، قلنا يجوز لهم أن يصلوا عليها وتصح هذه الصلاة. ومن هنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقم في المسجد بعد نهارا بعد أن كان أصحابه صلوا عليها في
الليل. وأما القول بأنها لم تثبت في الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كتابه، وأن الصلاة في البيوت ليست بدلا عن صلاة العيد في المساجد، فنقول هي ليست بدلا، هي صلاة العيد نفسها تصلى في البيوت، وبالتالي ليست بدلا عنها، وإنما هي أداء لها في البيوت. والقول بأن العبادات توقيفية وأنه لا بد لها من دليل فهذا صحيح، ولكن الدليل هو عموم أدلة مشروعية صلاة العيد. والقول بأن هذه الصلاة لا يجوز تخريجها على صلاة العيد لمن فاتت، فنقول بأن الأئمة الأوائل إنما اتفق قولهم في من فاتته صلاة العيد أو من لا يصلي أهل بلده صلاة العيد، ولم يختلف قولهم في الأمرين، وبالتالي ينبغي أن يوحد الحكم فيهما. وأما القول بأن القياس في العبادات غير سائغ فهذا القول ليس على إطلاقه، وإنما المراد أن أصل العبادات لا يصح أن نثبتها بالقياس، ولكن لا بأس من قياس عبادة على عبادة في تفاريع هذه العبادة. والقول بأن صلاة العيد ليس لها بدل حتى وبالتالي يبطلون قياسها على الجمعة، فنقول أصلا الجمعة ليست بدلا عن الظهر، والظهر ليست بدلا عن الجمعة، كل منهما صلاة مستقلة، وبالتالي لا يصح أن نقول بأن الجمعة ليس أو لها بدل، بل الجمعة فرض مستقل وصلاة الظهر فرض مستقل. فالمقصود أن الخلاف في مسألة أداء الأفراد لصلاة العيد هل يصح ويجوز أو لا ليس خلافا جديدا، والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يرون أن الأفراد لهم الحق في أداء صلاة العيد وإذا لم يتمكنوا من أداء صلاة العيد مع الجماعة، وخالفهم في ذلك الإمام أبو حنيفة ووافقه طائفة من أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية وجماعة، والذي يظهر لنا وهو الذي صدرت به الفتاوى من الهيئات العلمية أن صلاة العيد للأفراد مشروعة خصوصا في وقت هذه الجائحة، وأن من صلى صلاة العيد في بيته بنفسه أو مع أهله فإن صلاتهم جائزة مشروعة لعموم أدلة مشروعية صلاة العيد. بارك الله فيكم جميعا، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقصود أن هذه عدد من المسائل التي طرأت في أبواب الصلاة، وهي من المسائل المتعلقة بهذه الجائحة، واعذروني اليوم على التأخر وعلى إطالة وقت المحاضرة، وإن شاء الله نلتقي بكم في الغد نتحدث عن أحكام هذه الجائحة المتعلقة ببقية أبواب العبادات. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.